جاء وقت الحقيقة أصدقائي، وتم رفع الحظر الإعلاني عن كل ما يخص كروت السوبر الجديدة. فاليوم للحديث عن الأربعين سبعين سوبر المقدم من جيجا بايت رح يخضع لكل أنواع الاختبارات من ألعاب واختبارات ضغط ودرجات حرارة وكل شيء. والأهم، هل هذا الكرت يقدم فعلا سعر مقابل القيمة؟ ولمين هذا الكرت موجه؟ نتعرف على كل هذه التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو للحديث عن كروت سوبر الحديثة. بداية بدي أذكر، يوم أمس كان الكشف عن أداء الفاوندر إديشن، إذا حابين ترجعوا تشوفوا وتقارنوا بينه وبين كروت بشكل عام اللي قادمة من المصنعين، فبإمكانكم تشوفوا النتائج. طيب، هاي أول شيء. الشغلة الثانية، ما راح نعيد موضوع الأنبوكسينج والحديث عن ما بداخل الصندوق، تحدثنا عنه، لكن بدي أورجيكم شيء سريع بهذا الكرت. هذا الجيجا بايت الأربعين سبعين السوبر، وهذا أصدقائي الأربعين سبعين التي آي. شايفين الفرق بينهم؟ ففرق بهذا الحجم، يعني الكرتين أكيد من ناحية تبريد بيعتمدوا على ثلاث مراوح. إذا بنشوف خلفية هذا الكرت، اثنين بالمعدن ومع يعني فتحة كبيرة للتبريد، فيعني من ناحية الحجم مثل مشافين أصدقائي في فرق واضح وكبير، وبالتالي أكيد في عنا فرق بالأداء. فأنا هون بدي منك قبل ما نبدأ بعملية الاختبارات، طالما في عنا كل هذا الفرق بالحجم وفي عنا الفرق بالأداء، فأكيد لما بدك تشتري دور على الشيء اللي بيناسبك. يعني في حال وجدت التي آي بسعر مناسب إلك، بيكون قريب من سعر هذا، فأنا بنصحك تروح مباشرة مع التي آي. هاي أول نصيحة. أما الموضوع الثاني فبيبين معنا بالاختبارات. صرف الطاقة بهذا الكرت أصدقائي بتوصل لحد 220 واط، وبالتالي انفيديا يعني بتنصحنا باستخدام باورات لا تقل عن 650 واط، وأنا بدوري بنصحكم لا تنزل عن 850 واط. مهم جدا موضوع الطاقة يا جماعة، نراعي ونهتم فيه. بشكل سريع نحكي عن بعض الأرقام والمواصفات لهذا الكرت. فعنا شيدر كورز هون بتكون 36، أما الارتي كورز واللي هي من الجنريشن الثالث فبتكون 82، والتنسر كورز عم نتحدث هون عن 568 من الجيل الرابع. طبعا أكيد DLSS هي 3. وبالنسبة للذواكر بهذا الكرت فهي 12 جيجا بايت من نوع GDDR6. ومباشرة بدل ما نضيع وقت ننتقل لاختبارات الأداء، وبعدها بنروح مباشرة لاختبارات. لا، بداية الاختبارات أصدقائي راح تكون مع الفيرمارك، وبنعرف هذا الاختبار كيف بيضغط الكرت بشكل كبير، فبنشوف النتائج عنه. بداية درجة الحرارة، مثل ما ملاحظين الكرت درجة حرارته تعتبر جدا منطقية، فبنتحدث هون عن 64 درجة سيليسيوس بأقصى حالات. الفريمات وصلت لمعي 115، الأفرج كان 112 فريم، بنتحدث هون عن دقة الفور. أما بالنسبة لاختبار الفي راي فحققنا 989 نقطة، وطبعا هون الحديث عن موضوع الرن. نتوجه لـ 3D Mark وتحديدا اختبار التايم سباي، فراح نشوف عنا السكور وصل لـ 20733، نتحدث عن السكور الكامل للاختبار. سكور الكرت شاشة لحاله وصل لـ 21595، واللي بهمني أكثر وأكثر هون درجات الحرارة، فكان في شبه استقرار على الستين مع هبوط شوي للخمسينات، أقصاها ما تجاوز 62-63 درجة. اختبارنا الأخير واللي هو سوبر بوزيشن، وحققنا من ناحية النقاط 15463، أما الدرجات الحرارة فكان بأقصاها 63، معدل الفريمات 115. بالانتقال للألعاب والبداية مع اللعبة اللي أثقلت كاهل هذا الكرت واللي هي سايبر بانك، حققنا فيها من ناحية تقريبا معدل الفريمات كان بالأربعين 41، في انخفاض للثلاثينات وفي صعود للخمسينات، لكن ما في استقرار على الستين. اللعبة فعلا كانت ثقيلة، وهون أنا بأكد أنه عم بلعب على الفور كي ومشغل يعني DLSS وأيضا رافع الدقة الترا وهاي معظمها كانت، فأكيد لو بتنزل للتو كي ممكن تحصل أرقام أعلى من هيك بكثير، لكن حبيت أضغط الكرت للآخر. بالانتقال لريد ديد ريدمشن 2، وفعلا كانت مفاجأة بالنسبة لهي اللعبة، رغم أغلب يعني الأوبشنز والخيارات كانت على الهاي، لكن حققت فيها معدل الفريمات مرتفع ما كان ينزل عن 100، ودرجات الحرارة يعني أيضا في استقرار عالي بين 58 و60، فهذا يعتبر يعني أداء جيد جدا لعالم مفتوح بهذا الشكل. والختام مع كول اوف ديوتي، والموضوع كان جدا مريح هون، الفريمات كانت تلعب لعب يا جماعة. شوف كان في ارتفاع بالفريمات لكن بنفس الوقت ما أحس استقرار، يعني كانت توصل أحيانا لل 140 وترجع تنخفض لل 100، ما راح تشعر شيء أنت وعم تلعب، لكن حسب يعني الضغط اللي عم بيصير على الشاشة، وبالإضافة لحفاظ على يعني درجات الحرارة واستقرار على حوالي 60 درجة. وهيك أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، والآن الحديث عن الخلاصة واللي هي أهم شيء بالفيديو. الآن أول شيء لاحظناه بهذا الكرت هو الأداء المتوازن، فما كان في عندي أي حركات غريبة من صعود من هبوط، من يعني الكرت مستقر بالعمل.
وبنرجع بأكد انه احنا بعدنا باول نسخة من السوفت وير يعني الانفيديا اكسبيرينس، لسه كل ما اجانا تحديثات اكيد بيؤدي لثبات الكرت اكثر واكثر. فالحديث عن درجات الحرارة الكرت بصراحة بالتبريد فاجأني، هو اداؤه يعتبر افضل من الفاوندر اديشن، فالحرارة ما تجاوزت 60 كانت تطلع لل 65 باقصى حالاتها، وظروف الغرفة اللي انا فيها ظروف طبيعية جدا جدا، درجة الحرارة بالغرفة تقريبا عندي حوالي 20 22 يعني، فالكرت عم بيشتغل هو مرتاح. لان افضل اداء لهذا الكرت بيكون على دقة 2K مع امكانية مثل ما شفنا عم بيشغل 4K بكل اريحية. اكيد بدك تلعب افضل شيء على 4K لا تنسى من تفعيل DLSS 3، وفعلا قدمت لنا اداء واضح بمعظم الالعاب. شفنا كانت لعبه سايبر بانك تعتبر نوعا ما ثقيله على هذا الكرت، لعبنا بحوالي 45-40 فريم وكان في هبوط، لكن برجع باكد انا حاط تقريبا اغلب الاشياء بين الهاي والالترا مفعل الدي ال اس اس، لكن لعبه ثقيله تعتبر يا جماعه. نتحدث عن سعر الكرت، سعر الكرت هو حوالي $600. برجع بأكد موضوع زيادة السعر هذا برجع للبلد اللي انت فيها والتجار يعني وضمائرهم، فانت بتقدره وبتقيمه حسب ما بيناسبك. الكرت يعتبر من الفئة المتوسطة، فتجميعتك متوسطة اذهب معه. تقييمي شوي للكروت، انا بحكي عن كروت، في عن الهاي اند، في عندي كرت المتوسط عالي يعني المتوسط مرتفع واللي هو بنحكي عن فئة التي اي، هذا يعتبر متوسط، وفي عندي متوسط منخفض ايضا على سبيل المثال 60 40-60 Ti، وفي عندي اخر شيء الكروت الاقتصادية. طبعا كل سنة هذا الكلام، يعني انا ما احكي لك الاربعين خمسين اقتصادي، راح تيجي تحكي لي كيف هذا هو اقتصادي بهاي السنة بالكروت الموجودة حاليا، انه هو تقريبا اقل شيء، ما بصير تقارن لي اياه من كروت تقول لي 2020 على سبيل المثال 50 هو اقتصادي تقارنه، الكلام مش منطقي. فإحنا كل سنة في عنا هاي الترتيبات، وشوف أنت المناسب لكم. أصدقائي تركوا لي رأيكم بالتعليقات حول هذا الكرت وإطلاقات السوبر بشكل عام، شو حابين تشوفوا؟ هل حابين نشوف الـ 4070 Ti سوبر أو نروح نشوف الـ 4080 سوبر ونتحدث عن كل تفاصيله؟ وشاركوني كل هذا بالتعليقات، وكالعادة كان معكم عبيدة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.